مساء الخير مشاهدي يو تي في، حلقه جديده من برنامج هاتريك، ورحب بضيوفي في هذه الحلقه كل من الكابتن سلام هاشم. اهلا وسهلا بك كابتن. ورحب ايضا بالدكتور عدنان لفت. اهلا وسهلا بك دكتور عدنان. نبدا الحلقه بابرز العناوين. منتخبنا الشبابي يواصل تحضيراته قبل مواجهه منتخب شباب ايران بعد غد السبت في ربع نهائي كاس اسيا للشباب. مدرب الطلبة يمان الزلفاني يؤكد لهاتريك في تصريح خاص: الدوري العراقي قوي جدا وبإمكان العراق إقامة دوري للمحترفين. لاعب المنتخب الوطني السابق علي حسني يؤكد جاهزيته للعمل برفقة المدرب الإسباني خيسوس كاساس. في حلقة هاتريك الليلة: قائمة المنتخب الوطني تطبخ بهدوء على مواقد كاساس، مع ضيفي الحلقة الكابتن سلام هاشم والدكتور عدنان لفت. اهلا بكم مشاهدينا من جديد. كانت هذه ابرز عناوين حلقتنا لهذه الليله. اليوم كان هناك اجتماع في مجلس النواب العراقي بين عدد من اعضاء الاتحاد، طبعا تقدمه بالكابتن يونس محمود النائب الثاني لرئيس الاتحاد مع اللجنه الماليه في مجلس النواب لمناقشه زياده تخصيصات اتحاد الكره وميزانيه اتحاد الكره للموسم المقبل. طبعا كان برفقه الكابتن يونس محمود السيد احمد الموسوي عضو الاتحاد العراقي لكره القدم، بالاضافه للامين المالي للاتحاد السيد كامل عداي، وحضر جميع اعضاء اللجنه الماليه في مجلس النواب هذا الاجتماع. وحسب ما وصلتني من المعلومات بانه المبلغ او الميزانيه اللي طالب بها اتحاد الكره هي 50 مليار دينار للموسم المقبل. من هذه ال 50 مليار، مليار و800 راح يروح من عندها، كل اتحاد فرعي 100 مليون دينار لتغطيه النشاطات والنفقات للاتحادات الفرعية، خطوة مهمة بالنسبة للتأهل لنهائيات كأس العالم بضرورة الدعم الحكومي بهذا المبلغ. تطلب سقف عالي جدا وياكاني، لكن بأنه هذه الموافقة على زيادة التخصيصات مرهونة بمجلس النواب في الموازنة المقبلة، يعني مو هذه الموازنة راح تكون، على الموازنة المقبلة لسنة 2024، يعني 2024. فخطوة جيدة كانت. كابتن يونس محمود كان حاضر، وأيضا السيد أحمد الموسوي، بالإضافة إلى الأمين المالي سيد كامل عداي حضر لاجتماع اللجنة المالية. موضوع آخر قد نتناوله اليوم أيضا، مباراة نفط البصرة وفريق نوروز. تم تبليغ نفط البصرة، مثل ما تعرفون فريق نوروز يتخذ من ملعب أربيل ملعب إله بسبب أنه أكو صيانة وإدامة على ملعب السليمانية. ملعب نفط البصرة سافروا من البصرة إلى أربيل لمواجهة فريق نوروز. تفاجأوا بوصولهم إلى أربيل بأنه قرار لجنة المسابقات قرروا بأنه يكون أو تكون المباراة في ملعب السليمانية. حسب الكلام اللي وصلني والحديث اللي وصلني مع السيد نائب رئيس حسن هادي، طبعا نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي نفط البصرة، قال بأنه إحنا حجزنا في أربيل، وأيضا راح الآن نحجز في سليمان. إحنا مرتبطين بمؤسسة حكومية، هذه المؤسسة الحكومية أنه تعرف إحنا رايحين إيفاد إلى أربيل. الآن تغيير الإيفاد إلى السليمانية راح ندخل في مشاكل إدارية ونزاهة وأمور أخرى. فالقرار قال إحنا مستغربين من عنده، لأن إحنا اتصلنا بلجنة المسابقات وأكدونا بأنه المباراة في أربيل. على ضوء هذا الكلام وهذا الاتصال والجدول المثبت سافرنا إلى أربيل، أقمنا معسكر تدريبي، أجرنا ملاعب، أجرنا فنادق، وكان المفروض أنه طبعا تكون المباراة في ملعب أربيل، لكن تفاجأوا بأنه يبلغوهم بأنه المباراة تم نقلها إلى ملعب
السليمانية. ينضم معي الآن السيد حسن هادي نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي نفط البصرة لطبعا الحديث أكثر عن هذا الموضوع. أستاذ حسن مساء الخير وأهلا وسهلا بك في برنامج هاترك. السلام عليكم أستاذ داود حبيبي، تحية لك للأخوان الموجودين. تحياتي لك جمهورك. أهلا وسهلا بك أستاذ حسن. شنو الموضوع؟ يعني أنتم ما معقول يعني ما تعرفون، يعني سافرتوا من البصرة إلى أربيل بدون ما تعرفون بأنه المباراة هي في السليمانية؟ والله أستاذ داود الموضوع كالتالي، بعد يعني بعد قبل مباراة نادي أفك يوم الثلاثاء نزل الجدول مباراتنا ضد نادي النوروز على ملعب فرنسا وحلول بأربيل، وثبت لنا هذا الشيء يعني لعب مباراة نبط ميسان نوروز صارت على ملعب أربيل نفس اليوم. فالبعد بين البصرة وبين الشمال بصورة يعني كل مبارياتنا، احنا مباريات بغداد اللي نطلع قبل يومين، اما مباريات الشمال نطلع قبل 4 ايام. زين. طبعا بعد المباراة بالليل الساعة 12 بالليل صباحا الساعة 8 و 9 بمطعم بدوز التقينا بالاستاذ علي عبويس استاذ صباح بالمطعم. طبعا نفس اليوم شوف سبحان الله، شوف ربك شلون يخلي الصدفة بيها ويخلي فيها الحدث. قالوا احنا رايحين الملعب، رايحين السليمانية ملعب نوروز نشوف الملعب نشوف متطلباته ونواقصه شنو. لا يا ابي ليش انت نزلتوا لعبتنا ملعب اربيل وعلى هذا الظهر حجزنا فنادقنا وحجزنا الملعب مال تمارس التدريب؟ يعني تعرف الملاعب اربيل ماكو ما يكونك فتحجز تأجير. زين. اضافه الى هذا حجز مالنا مال الطيران يعني العوده طيران اللاعبين واحنا يعني كعدد من اللاعبين طيران، يعني عندنا لعبه ضد نادي النجف من بعد 5 ايام. فاجئنا يعني كان جوابهم انه قالوا احنا راح نروح هسه وراح نشوف الملعب ومن يقول كامل وعلى ما نرجع ونقدم الطلب مالتنا اذا كان كامل للاتحاد العراقي، والاتحاد العراقي يشوفه يعني خلال يومين ثلاثه. زين. انا بس استاذ حسن انا بس اريد اسالك سؤال، يعني انت شفت السيد علي عبيس عضو لجنة المسابقات بالطريق، يعني انتم رايحين بالطريق الى اربيل شفته؟ شخصيا لا، اللي كانوا ويا انا كنت اتريق اللي كانوا ويا كابتن علاني يروز وكابتن اكرم صبيح. زين، ايش قالوا له؟ يروز مدير الكرة علاني يروز اغني عن التعريب وكابتن اكرم صبيح مدرب الحراسة المعروف. زين. فمتكلمين وياه حتى بهاللهجه قالوا كابتن علي عبيد استغرق قال يسلم عليك عندي راد يسلمون عليك انت كنت تريق قلت لهم وين قالوا راحوا. شوف شنو الموضوع؟ قالوا رايحين للسليمانيه نشوف الملعب كامل ولا بعد؟ قلنا لهم بعد احنا شلون انتم بلغتونا باربيل وحجوزاتنا وفترنا؟ قالوا لا على الجوله الثانيه، اذا كامل على الجوله الثانيه راح يكون الحل ملعب نوروز يلعبون في السليمانيه. زين. انتهى الموضوع، وصلنا الاربيل، مررنا يوم الاربعاء، مررنا اليوم يوم الخميس، فاجئنا ان اليوم تنويه المباراه راح تكون على ملعب نوروز. زين. احنا اليوم نادي مؤسساتي، اليوم من اروح عند الفندق واتحاسب ويا الفندق واتحاسب ويا الملعب واتحاسب ويا الطيران ويا الخطوط الجويه العراقيه، ولا اجيب المصاريف مالتي واعطيها للرقابه الماليه واعطيها للشركه مالتي؟ كثير من المعقول اليوم نفس الاسبوع اني اجيب وصولات من نادي من فنادق باربيل واجيب بنفس الاسبوع وصولات من فنادق السليمانيه؟ هل اول شيء هدر المال العام، ثاني شيء هذا راح يوديني نزاهه. هاي نقطه. النقطة الثانية، زين أنا مأجر طيران للاعبين، زين هاي الأجور مال الطيران للاعبين ما يقارب بال 12 1400 دولار، شنو يتحملها؟ أتحملها أنا؟ شنو ذنبي؟ إيجار الملعب، أجرت الملعب أنا، زين تعرف أنت زين اليوم الإيجار مقدمة. زين موقفكم شنو راح يكون الآن؟ موقفنا احنا حكيت مع الكابتن علي عبويس، طبعا حصلت يعني وقت متأخر قبل تقريبا ساعتين اتصلت لي قال انت ليش ايش ورطتونا؟ انت بالبدايه نزلت ملعب ار بي هسه قلت ملعب السليماني، قلت انت راح انا قلت له اخسر 3 نقاط ولا اروح على النزاهه. يعني ما راح تروحون؟ اي ما نروح. يعني نهائيا ما تروحون؟ لو اخاف يعني حتى نعرف حتى يعني تعرف شنو يعني اليوم انا استاذ حسن انت نائب رئيس الهيئه الاداريه، هذا قرار اداره صح لو لا؟ بالتشاور مع مدرب الفريق. قرار إدارة من غاد السليمانية ونرجع. طبعا للعلم احنا مو ضد نادي نوروز، الله شاهد بالعكس، بس هذا اعتقد اكو عقوبات وراها ترى. عقوبات يعني هاي انت انسحاب من مباراة وتنطي 3 نقاط لفريق في بداية المرحلة الثانية، يعني
ما اعرف انا شلون راح تدخل في خانه شنو اخسر ثلاث نقاط ولا اذا تروح نزاهد داود وهذا هدف ما بالماني الحمراء راح يصير عندي هم كذي مو يعرفون يعني الاتحاد تعرف المسابقات تعرف شنو الهدف بالماني العام زين انا استاذ علي عبيد اتكلم وياه يعني يجاوبني جواب كانما انا طفل صغير يقول لي والله انتم انتم تعرفون قريبين علينا مو هم قريبين علينا بس هاي بعد هذا لازم نعمل جد قلت استاذ علي رجال انت اليوم موقع مسؤوليه لازم تكون منصف ويا الكل انا ما بدي اصير قريب عليك لا اريدك تنصفني قلت له انا وسوى كل الانديه الكل على مسافه خطوه واحده وياك لا تقربني وتبعد غيري رجال قلت انا هذا ما قدرت اصير قريب عليه انت ضد نادي الورود ولا ضد اي نادي قال لا مو متصل قلت له لا قل لي متصل قلت له بتحكي لي هذا الكلام قلت له انا اليوم اريدك تكون عادل ويا الكل انت اليوم عندك مسابقات لجنه مهمه بالاتحاد العراقي انت ناوي تخسرون يعني اليوم انتم مصير انديه يريدكم لما يصير هيك انه يجاوبني قال لي انا يعني يوصل لي مسج انا فضل من عندي ارد عليك قال لي انا مو ولا شو اكو سوت فيك انا سوت فيك من باب الصداقه والاخوه اكو جهات رسميه انت روح اتحرك عليها مو حكي هذا استاذ داوود استاذ حسن بهذه الحاله يمكن الدكتور يعرفه كابتن سلام هاشم دكتور عدنان لفته وايضا كابتن سلام هاشم يمكن يعرفون بهذا الموضوع هذا تدخل يمكن اكو فرق تنافس نوروز بمراكزه نوروز راح ياخذ لك ثلاث نقاط انت راح تعطي ثلاث نقاط في حال عدم ذهابك هنا راح يتعرضكم الى عقوبات بلائحه المسابقات افضل روح نزاهه استاذ داوود ثلاث نقاط اليوم ما اخسر ولا اخسر انا دارك كلها روح نزاهه على شنو؟ جيت انا اقول لك على شنو انا اليوم جيت بمحضر رسمي وقعت اداره بان اسافر الى اربيل وخذت مبالغ من سفري الى اربيل زين انا من هسه احول من فنادق اربيل دفعت فلوسها الملعب دفعت فلوسها خطوط الجويه دفعت فلوسها هسه من اروح السليمانيه والخطوط راح تلغي وراح اجر سياره او سياره على بعد يومين ثلاثه استاذ داوود هالفلوس منين؟ هالفلوس منين؟ زين طيب شكرا للتوضيح استاذ حسن هادي وايضا اتمنى رد من لجنه المسابقات حول هذا الموضوع، هذا ما تكلمنا به في 2020 و21 و22 و23 قلنا يا اخوان سووا جداول ثابته لكل الجولات بتواريخها المثبته بملاعبها مثل قبل تفتح الكراس تلقى الجوله 20 وتلقى الجوله الاولى والثانيه وال15 وال17 مثبته بالتاريخ وبالوقت وبالملاعب. كان اكو حجج بانه الملاعب ما صالحه هسه عندنا خير من الله ملاعب، كان المفروض من لجنه المسابقات بانه تعمل هذا الشيء، كراس توزع على الأندية، الجداول كلها، الجولات كلها توزع للأندية، لمدراء الفرق، لإدارات الأندية. حتى اليوم أني تعرف الأندية أو الفرق وين راح تلعب وتضبط أمورها. يعني أنا الله يكون بعونهم، يعني نفط البصرة رايحين إلى أربيل والآن راح يغادرون، يعني ما راح يروحون إلى السليمانية لأن نقلت المباراة إلى السليمانية. فأتمنى يعني من لجنة المسابقات توضيح هذا الموضوع، وايضا بانه اذا القرارات نتخذها بالتليفون احنا شنو اللي بقينا الاتحاد السابق؟ يعني خلاص اذا نفس الحاله بالتليفون همينه ترى ما يصير و100 مره حكيناها. فاتمنى هذا الموضوع يعني يحل. يعني حتى مباراه النجف والجويه على ما اعتقد تم تاجيلها رسميا تم تاجيلها بسبب ارتباط القوه الجويه بمباراة مع الشباب السعودي يوم الاثنين. طيب متابعتنا الأخرى هي منتخب شبابنا اللي راح يواجه المنتخب الإيراني يوم السبت الساعة 1 الظهر بتوقيت بغداد، يواصل تحضيراته واستعداداته في أوزباكستان رغم صعوبة أرضية الملعب. الله يكون بعونهم والله يكون بعون اللاعبين الكادر التدريبي بهذه الأرضية السيئة جدا. يعني بصراحة يعني احنا يمكن نعتب على ملاعبنا اللي متواجده في جامعه بغداد نقول شويه مو زينه ارضيتها، لا بالنسبه لها لا ملاعبنا احسن بكثير. يعني هاي ملاعب تدريب هاي لو عندنا كان صارت عندنا قضيه، الاتحاد الاسيوي كان يمكن فرض علينا غرامات وعقوبات وامور كثيره. فالله يكون بعون اللاعبين والكادر التدريبي على هذه الارضيات السيئه للتدريب اللي شاهدناها حتى في الصور
يمكن تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. كل التوفيق لمنتخبنا الشبابي في مباراته في الدور ربع النهائي، نتمنى إن شاء الله الوصول إلى النصف النهائي والتأهل إلى نهائيات كأس العالم في أندونيسيا. مدرب الطلبة يمان الزلفاني، المدرب طبعا توجه له بسؤال زميل أحمد سعيد حول إذا كان باستطاعتنا إقامة دور المحترفين، وهل العراق مؤهل، وكيف شاهد كرة القدم العراقية؟ نتابع. أسألك كمدرب محترف، أكيد تسمع عن نية الاتحاد بإقامة دوري المحترفين بالإمكانات اللي شاهدتها كابتن، كفرق كأندية وكملاعب، عندنا إمكانية نسوي دوري المحترفين في فترة قريبة؟ أنت لو تحكي على الدوريات العربية، الدوريات العربية يعني من زمان الدوري العراقي يعني معروف وبيخرج فيه أكثر من لاعبين، راح لكأس العالم الفرق ماله بتنافس في آسيا، بتنافس على المراتب الأولى. ليش لا؟ يعني الدوري العراقي يملك الإمكانيات، يملك الاتحاد يعني ما اللي يبارك لهم بعد بطولة الخليج، يعني هذه يعني بالنسبة لنا فخر الكل عربي وأنه تتصير معناتها كأس الخليج بالتنظيم هذاك، والملاعب اللي موجودة في البصرة موجود ملاعبين ما شاء الله ممتازة. نتصور معناتها الاجتهاد مع الإخوة في الاتحاد، لازم ترجع العراق، مش لازم ترجع العراق مو موجودة في الاحتراف زي الطعام من غير ملح. محمود المواس النجم السوري ونجم فريق الشرطة وهداف دورينا الموسم السابق، طبعا بعد فترة غياب عن الشرطة في المباريات الرسمية كلاعب أساسي، وما كان يستعين به الكابتن مؤمن سليمان كلاعب في الشوط الثاني بسبب إصابة المواس، الآن يعلن تماثلا للشفاء وشاهدناه في المباراة الأخيرة أمام مصافي الجنوب. محمود مبروك الفوز اليوم، انتصار مستحق ونتيجة كبيرة أمام مصافي الجنوب. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على الفوز، ما مهم النتيجة بما مهم الأداء والتأهل للدور الثاني. الحمد لله نشكر إخواني اللاعبين ما أصروا من بداية المباراة لنهاية المباراة، الحمد لله على كل حال. بالنهاية نحن كلياتنا مجموعة وكلياتنا نحن مثل تعبنا جنود نادي الشرطة، بالنهاية الحمد لله على الفوز، نشكر إخواني اللاعبين ما أصروا بالمباراة، إن شاء الله القادم أفضل لنادي الشرطة. أسألك عن وضعك اليوم، الجمهور جمهور الشرطة جمهور العراق بشكل عام يسأل عن سبب ابتعاد محمود المواس عن مستواه الحقيقي هداف الدوري في الموسم الماضي، انا اللي اعرفه بانه ظروف نفسيه اثرت على مستواه. اول شيء الحمد لله هي الاصابه كانت شوي صعبه، مباراه الكرخ بعد ما تشافيت رجعت لي، مثل ما في كثير الجمهور ما بيعرفوا انه انا كنت اكثر من مباريات عم بلعب لساعد الفريق، حتى لو لعبت برجل واحده بالنهايه نحن كلياتنا لنادي الشرطه، ما بهم انه يقيموا المواسي ولا لا، بقدر ما اني اخدم فريقي وساعده مثل ما بتعرف انت. الحمد لله مو كبرى او شيء، بس لكن اذا انا تواجدت بالملعب بالنسبه لاخواني اللاعبين او للفريق الثاني مؤثر للفريق، والحمد لله على كل حال اهم شيء هلا رتم الفريق عم يتصاعد، والحمد لله انه رجعنا من الاصابه، الحمد لله تشافيت 100% وكثير من اللاعبين، باذن الله القادم يكون افضل لنادي الشرطه وللمواسم بالمراحل القادمه. دوري شرطاوي؟ لا وين، لسه بعيد الدوري، ما مفكر بهذا الشيء، مفكر قد كل مباراه مباراه ان شاء الله. دوري صعب هذا الموسم، اصعب من الموسم السابق. الكابتن علي حسن ولاعب فريق الشرطة أعلن جاهزيته في حال تم استدعاء للمنتخب الوطني مع الإسباني كاساس. شو وقت نشوفه كل المنتخب الوطني؟ بصراحة موضوع محير، قدم مستوى جيد بحالة بدنية جيدة، ما أعرف. والله هذا السؤال يعني تقدر تسأل المعنيين به، أنا بالنسبة لي مثل ما جاي يشوفني جاهز حالي حال اللاعبين الموجودين. بالنسبة للإصابة اللي حدثت لي إصابة بالعضلة الخلفية، كل لاعب يصير وياه الإصابات. متى ما تم استدعاء انا جاهز، واذا ما تم استدعائي فاللاعبين موجودين بهم البركه ان شاء الله. متابعه كاساس للدوري يعطيكم دافع كلاعبين؟ اكيد، احنا بالنسبه لي انا احكي لك عن نفسي، انا بالنسبه لي اقدم للنادي اللي العب له، سواء انه حضر مدرب او ما حضر، شافني او ما شافني، انا تعرفني من جزء من العام للسنه انا جاي اقدم مع نادي الشرطه، والبطولات هي اللي تشهد والاحصائيات. بالنسبه للاستدعاء فهذا شرف لي، واذا ما تم استدعائي فاتمنى التوفيق.
قبل لا انتقل الى محور حلقتنا لهذه الليله الكابتن سلام، عندك موضوع تعليق على هذا الموضوع، موضوع نفط البصره ونوروز؟ طبعا بالبدايه رحب اخوي وصديقي العزيز الدكتور عدنان. شوف اخ داود، طبعا الاخ حسن شخص محترم، هو واداره نفط البصره ناس محترمين ومعروفين. الموضوع اللي تكلموا عليه، شوف اولا فكره انه ما تروح للمباراه في دوري ممتاز موضوع صعب، يعني ما يليق، لانه انت بدك تلعب في اعلى مستويات كره القدم بالعراق. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه تكلم على موضوع النزاهه، طبعا هو مشكور لانه رجل يريد يمشي بالسيفتي بالطريق الصحيح، لكن موضوع انه احنا مثبتيها وكذا ورايحين، احنا عندنا مباراه في اربيل وتغيرت، اتصور القانون او انت تعرف، لان العمل اللي دار اشتغلت فيه هواي، ممكن تسوي اجتماع استثنائي او اجتماع اداره نفسها وتشرح فقره بالاجتماع، تشرح التفاصيل والتغيير وهذا، والطالب ايضا الاتحاد في انه يزودك بنص مكتوب، هذا يسعفك في انه تدخل بمحضر اجتماع وتوقع انه صارت ظروف قاهره من الاتحاد مو احنا طرفها، ولا انه اتمنى ان يوصل لهذه المرحله. والخطا على الاخوان، طبعا على عبيس من الشخصيات اللي متحمل كثير من المشاكل، هو اللي صاير بالواجهه دائما، فاكيد هم عليه ضغط، لكن اتمنى وانت يعني بين السطور قلت انه هذا الموضوع كافي انه شفهي وكذا، خلي هذا مكتوب حتى يصير وثيقه تلزم الكل في انه يلتزم بهذه. اما بالتليفون واحد ممكن حشا اخواننا ابن اي نادي اخر ممكن يكذب يقول لك انت ما قلت لي هيك وكذا، فهذا النص ما بي اي مجال في انه يابا للظروف الكذا، لعدم جهوزيه الملعب، لظرف قاهر، انه تغيرت مكان الملعب من مكان الى اخر وتنفض المشكله، لانه ابدا مو صحيح ولا تليق انه مباراه ما تقام او ينسحب الفريق، وتعرف هذه بها تاثيرات، ثلاث نقاط ممكن اكو فريق ياخذها بدون اي جهود، بدون جائز هو مهيئ ان يعني ياخذها ويرتفع على فريق اخر في تسلسله بالدوري. ولهذا اتمنى من الاخوان في نفط البصره، هم ناس محترمين، ان يحلون الموضوع باكثر وديه، واتصور موضوع يعني زي يوم المباراه هي يوم 12 يعني يوم الاحد، يوم الاحد يعني اكو وقت، يعني اكو وقت. انا حسب وجهه نظري ما اعرف كابتن، هي بيها جهد مو ومنشوره، اي منشوره ايش وقت نشروها؟ تاكد من الهدف. كابتن عزيز سلام هاشم لك ولجمهورنا الكريم، طبعا انا ضم صوتي الى صوت الكابتن العزيز، يعني ما يليق بممثل فريق البصره في الدوري الممتاز، هو الان الممثل الاكبر بعد غياب الميناء، ان يعلن من الان الانسحاب، هذا موضوع غير صحيح. الموضوع هو طارئ، اولا هو صاحب الارض هو فريق نوروز، وفريق نوروز اكثر فريق تعذب في هذا الموسم، يعني في المرحله الاولى اغلب المرحله الاولى هو قضى مبارياته، اتخذ ملعب الزوراء ملعب له. الان يعني بعد تسويه وخلينا نقول علاقات شويه ترطبت مع اداره اربيل، بداوا يسمحوا لهم باللعب. فالان من ملعبه يجهز، واللجنه المرسله من الاتحاد تاكد ان الملعب بات جاهزا، ملعب السليمانيه بالعكس المفروض يكون داعم، علاقات الانديه مع بعضها تكون علاقات ايجابيه. فاني اقول يعني انا اقصد الوقت يكفي، طبعا كافي، يعني مو ليله المباراه، يعني مو المباراه باكر واليوم واليوم بلغوا، اقول لهم لا هنا أنا غلط وما يصير، يعني الموعد مغير قبل خمس ايام. العفو، ايش وقت مثبت هذا التنوير؟ هذا موجود بالموقع مال الاتحاد منشور. بس اعطيني دكتور العفو توقيت هم اليوم إيه؟ هم اليوم اي ساعه بال 12 بالوحده البارحه اليوم شنو؟ اليوم خميس إيه؟ جمعه سبت، يعني قبل خمس ايام. لا اليوم دكتور اليوم اي اليوم مو اليوم اليوم النشر ساعه بالوحده اي يعني اليوم إيه؟ الصبح يعني. اي بالوحده الا 10 الظهر يعني اليوم خميس ساعدنا وجمعة، ممكن ان يكون بيه جهود حقيقة، يعني تعرف السفر بيه جهود وهذا تمام، لكن هم مأجرين ملعب إيه؟ ويقول لك انا مأجر ملعب ودافع فندق اربع ايام وحاجز تذاكر، هسه هذا تدري شنو؟ هاي المعسكر، هم مسويين معسكر إيه؟ من حقهم انت ممكن صباح المباراة ما عندك اي مشكلة، صباح المباراة روح انت العب هناك بالملعب بعيدة بعيدة يعني شنو بعيدة؟ تقريبا اربيل عن سليمانية بالبر بعيدة شوية بعيدة يعني تقريبا ساعتين قبل يوم ساعتين ونص قبل يوم
ها قبل يوم المسافه اخذها ساعتين ونص تقريبا. لا مو هو مو مؤثر اذا قبل يومين يروحون او قبل يوم عاده. احنا نقول خلي الانديه يعني اول علاقات وديه وطيبه، من غير المعقول مجرد تغيير مكان المباراه. احتج على الاتحاد قول هذا شيء خطا نتفق وياك، بس الموعد مناسب واحنا نريد الدوري يسير بشكل طبيعي. عيب ننسحب من مسابقه والله لان غيروا الملعب. لا 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 صحيح صحيح، هاي مال الموضوع ملاق ملاق. انا اتمنى من اداره نادي نفط البصره يعني مراجعه القرار ومفاتحه يعني الاداره والمؤسسه اللي تنتمي لها، قدموا احتجاج. لكن انت اذا بهذه الوثيقه مثل ما قال الكابتن سلام اخذها وثبتها في محضر الاجتماع اذا انت تخاف من النزاهه او امور اخرى. تاخذ وثيقه من الاتحاد، تاخذ وثيقه من الاتحاد بانه تم نقل المباراه من اربيل الى السليمانيه وخلص، وانا يمشي عليها تمام. يعني ما اعتقد موقفكم القانوني راح يكون سليم 100%. يعني واعلم ايضا مع احترامي لاخوي حسن، واعلم المؤسسه مالتي ولو بتليفون يا بس صار متغير طارئ حدث طارئ، ولهذا ترى الموضوع راح يصير كذا وكذا طبعا. حتى لو ليله واحده مثلا، بس هو يقول لك اني متعودت على اجواء اربيل الان اروح للسليمانيه. لهم نسبة من الحق طبعا، لجنة المسابقات لهم نسبة من الحق بهذا الموضوع انه انا رايح مكيف نفس اللاعبين على الاجواء وكذا يعني. لكن احنا بنفس الوقت انه نكون مرنين. ها رجل مشي هسه لو مبلغين مثلا اوكي يقول لك انا بلغت قبل اليوم، يعني يوم 9 عندك يوم 9 10 11 يعني عندك 3 ايام 3 ايام قبل المباراه. كابتن مبلغي قبل اسبوع كان يمكن حسب هو عاده يروح يسوي معسكر يروح يعيش الاجواء اللي قبل المباراه. هذا حق مشروع لاخواننا نفط البصره ابدا ما حد يعارضهم عليه. لكن موضوع مثل ما قال الدكتور انه المرونه وانه لا نخلي اكو مؤشر في جدول المباراه انه فريق انسحب يعني ما تليق، وهم معروفين بطيبتهم اهل البصره. طيب ننتقل إلى محور حلقتنا لهذه الليلة، قائمة كاساس والمباراة الودية أمام المنتخب الروسي والمعسكر في روسيا. تابع. يترقب الشارع الرياضي بشغف الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني التي من المؤمل أن تخوض معسكر وودية روسيا نهاية الشهر الحالي. وتأتي حالة الترقب هذه المرة كون الجماهير تنتظر رؤية المنتخب الوطني لأول مرة بعد بطولة الخليج، ناهيك عن انتظار دعوة اللاعبين المحترفين في أوروبا وإمكانية رؤيتهم بشكل أوضح والحكم على مستوياتهم لقطع الشك باليقين، سيما إن المدرب وبلا تردد لا يظلم عنده أحد. وإن صلح الرأس صلح الجسد مقولة تنطبق على الأسباني كساس، فبعد إن كان جسد منتخبنا الوطني جاء خيسوس ليصلح ما أفسده السابقون حينما كان المشجع العراقي يضرب الكف بالكف بعد نهاية كل مباراة، ينفث بدخان سيجارته بحرقة واضعا يده على خصريه. مع كاساس تغيرت الحسبة تماما، بظرف شهر واحد صار الجميع ينظر له بصانع الفرح. قالوا له قبل التعاقد إن هناك مثلا إنجليزيا يقول إن رأسين يفكران معا خير من رأس واحد، أي بمعنى تعال ومعك مساعد. فاختار الحكمة الأسبانية التي تقول إن التفاحة لا تقع أبدا بعيدا عن الجذع، أي بمعنى أداق أنا الجذع ولا أنمو من دون أوراقي. فجاء بطاقمه، وأي طاقم، يعملون 30 ساعة في اليوم، يضعون رؤوسهم في حواسيبهم في أوقات الراحة حتى تاه عليهم الصبح من المساء، ليظهر خيسوس في ليلة التتويج كالطير يتفلى على جذع النخلة شامخا بوجه حليق مبتسم، مؤكدا صدق قولة المتنبي لن يلفت الأنظار حسن جوادك إن لم يكن فوق الأصيل أصيل.
شكرا نزيه وحيدر على هذا التقرير. وجمهورنا احنا من البارحة لليوم قلتوا لنا احنا ضد المنتخب وضد اللاعبين المغتربين وضد الكاساز وضد كاساز وضد ما ادري، طلعتونا يمكن احنا مسوين انقلابات امنة عسكرية بداخل العراق وما ندري. على العموم يعني بس وصلتني رسالة حبيت اوضح، البارحة يمكن طلع اي البارحة تحت محادثة على اساس هاي مالتي واني وكاساس حاجة، انا لا عندي رقم كاساس ولا كاساس عنده رقمي. ثانيا يعني العاقل اذا شافها كاساس ما معقول يخزن اسمي بالعربي، فاللي مسويها يا ما يعني ما اعرف قل الذكاء من عنده، ما اريد اقول كلمة اخرى لكن هو قليل الذكاء وقليل الحيلة اللي مسويها. ثانيا انا داز الاسئلة على اساس الكاساس بالعربي. فالمهم يعني اللي شفتوه هذا طبعا هاي مفبركة 100%، وأهلي ما حتى رقم المدرب ما عندي. التواصل البارحة أعلنت عنه أنه تواصلت ويا الأيجنت والاتحاد فقط ويا كاساس شخصيا عن طريق الإيميل بس، لا أكو أسئلة ولا أكو هاي. فاللي ذكي ويعرف يعني، أنا تفاجأت اليوم أنزل بصفحتي العالم تقول ليش تسأل هيك أسئلة يا أخوان، جاي أقول لكم مفبركة يعني اقراها. يعني كاساس معقولة كاتب داود إسحاق مقدم برنامج هاترك بالعربي؟ والله العظيم ضحك الضحك اليوم على اللي مسويها. ف الله يساعدكم يعني، ما اعرف على على هاي الناس اللي قاعده خلف الكيبورد واللي تسوي هاي الشغلات، فما اعرف الله. على العموم ما اريد احكي بيها بعد لان والله ضحكت عليها، فقلت لا خلي انوه شويه عليها لان هو موضوع، مع احترامي لكم عذرا لهذه الكلمه، انه هو موضوع غير قيم او غير يعني تافه، فما اريد اتكلم بيه. بس لكن للتوضيح الجمهورنا الناس اللي تتابعنا وتعرفنا وتعرف شنو معدننا وشنو معدن البرنامج. فهسه شفتوا التقرير، احنا ما عندنا شيء ويا الرجال، انتم من البارحه لليوم مغتربين والله العظيم. عم مال اكثر واحد دافعت على زيدان اقبال، وانا وجهت منها رساله رجعوا لي قبل شهر من لعب زيدان او قبل بطوله الخليج اللي كانت المباراه بين فريق العراق الف وفريق عراق باء. قلت لكم اليوم زيدان اعطى رد واضح لجميع المحللين اللي انتقدوا وشككوا بزيدان، اليوم زيدان اثبت جدارته بالملعب. زيدان اقبال روحوا رجعوا لي قبل المباراه اذا ما اعرف انا شوي بالتواريخ مو قوي. على العموم ارحب بكم مره من البارحه اليوم معك والله يعني على هذا الموضوع. مثل اليوم افجعونا بخبر وفاة اخونا وصديقنا مظفر جبار، يعني كارثه اليوم يعني والله. انا وقعت هيك قعدت قلت اتصل اخاف بس انه بريد اخبر انا هم انا اتصلت بي بحيث من قال الو حقيقه ما تمالكتها. وبعدين عيب هذا الموضوع يعني، حتى بموضوع انه تموتون رجل وعائله، ما تفكرون بعائله ومنص قرايبه اهلي. انا جدا مؤسف. زين طيب كابتن كاساس يمكن معسكر روسيا باكر يمكن راح يعلن راح ينطي القائمه، وبعد باكر يمكن راح تنعلن القائمه رسميا. شوف كابتن، بدايه حقيقه من وجهه نظري الخاصه انا هذا الرجل تولدت عندي قناعه به كمدرب بدرجه يعني، وخصوصا بعد ان رافقت الاستوديو التحليلي تتذكر في البصره وما فعل قبل مباراه السعوديه بعد انه جلسنا انا ومهدي كريم وسولف لي شلون جرت الامور. فاعتقد انه هذا الرجل هو راهم على الظرف اللي احنا به، على نوعيه اللاعبين، فاختياراته دائما انا ما ادري اشوفها صائبه، وان مرات يعني تعرف هذه كره قدم. لكن بالمجمل كأداء ببطولة الخليج النتيجة بعيدة عن الأداء، كان ما مقنع بدرجة، لكن بالأخير هو الهدف أنه يوصل للنتيجة وأخذ النتيجة وحقق لنا هذا. هذه القناعة أحيانا تخليك تقتنع في أنه اختياراته تكون صحيحة، لما يبدل قبل آخر نص ساعة من المباراة، لما يشوف الجو ممطر ويغير طريقة اللعب وتشكيلة الفريق بالمحاضرة، إذن هو عنده ثقة وقدرة، مع أنه اتفقنا في وقتها صح. الفترة الزمنية أنه هو ما تجاوز 20 وحدة تدريبية صح، معناتها عنده رؤية بهذا الموضوع. فأصور خطواته بدرجة ناجحة للأمانة. هاي لازم أذكرها كابتن، عذر مقاطعة عذر دكتور، البارحة مو التقيت بساعة بالثنتين قبل لا ننشر ساعة السودة اللي نشرت البارحة وعلنت زين. فالبارحة من التقيت بي للأمانة وراح أحكيها وللتاريخ، قاعد يتغدون يعني وصلت أنا والمترجم الإسباني وصلنا لقيتهم قاعد يتغدون، بس ما قاعد يتغدون هم يعني إيد على الحاسبة على اللابتوب وإيد قاعد يتغدون
يعني تدري شوية الفضول شوية أخذت لي نظرة، لقيت أكو مقاطع للاعبين وقاعد يشتغلون عليها وقاعد يثبتون، يعني الأكل يمه وهو قاعد يشتغل للأمانة، هاي اللي شفته البارحة. فلهذا أنا شفت يعني الوقت عندهم كلش مهم. إيه هو وصور عنده كادر تدريبي متكامل، فيسعفه في إنه دائما قرارات تكون صحيحة. طيب دكتور، يعني المعسكر والمباراة من وجهة نظرك هل هي كافية مباراة واحدة لكاساس في فترة الفيفا دي؟ تحية لكل كابتن سلام. أكيد احنا كنا نتمنى أكثر من مباراة، لأنه دائما الفترة الدولية هي فترة ذهبية، اللاعبين يكونوا موجودين والمغتربين موجودين، المحترفين أيضا يعني اللاعبين المحترفين الآخرين أيضا عندهم الفسحة الزمنية أن يشاركون، فكنا نتمنى أكثر مباراة. كان الحديث في البداية عن مباراتين، واحدة مع إيران والثانية مع روسيا، وتم التداول في هذا الموضوع، بعدين ظهر موضوع المكان أو غيره. والغرابة أنه أنت تعرف أكو مباراة بين إيران وروسيا في إيران، فما أعرف إحنا ليش ما استغلينا الموقف، ممكن نلعب مع الفريقين في إيران، كان نكسب مباراتين. هاي المباراة مهمة جدا، لأنه قرعة كأس آسيا قريبة جدا، فممكن يعتمدون على تصنيفنا لهذا الشهر، فكان نحتاج هذه، يعني كان نحتاج يعني مباراتين على بالضبط. زيد عملية تنقيط، احنا نريد منتخبنا يذهب الى كأس آسيا وهو على رأس مجموعة، لانه هذا الموضوع تنافسي، انت تعرف كل الفرق الآسيوية راح يلعبون على مثل هذا الموضوع. المهم ان يستفيد فريقنا. هسه انا حتى موضوع روسيا بعيدة عن المباريات الدولية بسبب عقوباته من الفيفا، لكن نتمنى تكون مباراة فنية جيدة يستفيد منها لاعبو المنتخب، مدربنا يستفيد، نواصل، لأن إحنا الآن يعني صفحة بطولة الخليج انتهت، أخذنا اللقب، نعم هو جيد وأمور جيدة، الآن صفحة جديدة، ريد ماذا سيفعل المدرب، على من سيعتمد، هل راح مثلا يستقطب الكفاءات الموجودة اللي أثبتت يعني علو كعبها في الدور المحلي؟ إحنا شفنا لاعبين مميزين، يعني مو ننوه عليهم، أكيد راح ننوه عليهم، انتظر الأسماء. وأيضا لاعبين المغتربين، لأن صارت الفترة الماضية عديد الأسماء تمت دعوتهم كإكمال مستمسكاتهم الرسمية، راح يتواجدون هواي لاعبين مغتربين، نتمنى أعطاهم الفرصة، نتمنى الكفاءة تكون حاضرة سواء من المحليين أو المغتربين، ونجد منتخبنا يخطو أول الخطوات في سبيل بناء تشكيلة قوية، لأن احنا قلنا الهدف الأساس هو كأس العالم، تصفيات كأس العالم، وأيضا كأس آسيا، لأن كأس آسيا انت تعرف البطولة الأولى في القارة، يفترض العراق يكون منافس، العراق يكون قوي فيها. الآن بعد هذه الروح المعنوية اللي يعني دبت في كل الأوساط الإعلامية، الجمهور، غيرها، نتمنى أيضا يكون إنه أثر في كأس آسيا، ويكون العراق قوي فعلا، يقدم لنا صورة جميلة، قدمنا أداء جميل، أريد هذا الأداء يتواصل والنتائج تتواصل، أكيد يسعدنا أي تطور للمنتخب الوطني. طيب كابتن، إحنا سب اللي وصلني لحد الآن هي القائمة ما معلنة، قد تكون بكرة يعني الجمعة أو السبت وتعلن، أما السبت أو الأحد القائمة، حتى يبعثون كتب وإيميلات إلى الأندية لاستدعاء اللاعبين. اللي وصلني اللاعبين المغتربين إنه ماكو شيء، إنه زيدان رافض، زيدان إقبال، لا يعني لحد الآن ماكو أي شيء، يعني ما مرسلين كتاب. اللي راح يدخلون اللاعبين العراقيين راح يدخلون بجوازاتهم العراقية إلى روسيا، فما راح يتأثرون بجوازاتهم الأوروبية اللي موجودة. شوف هم أكو خشية من بعض اللاعبين إنه عدم صار أكثر من مرة نسمع يعني سمعنا، بس هاي ماكو كلها نفوها. شوف إحنا نتمنى إنه الأدوات اللي يتمناها كل مدرب أن تكون كاملة موجودة بالمباراة التجريبية. شوف الوحدات التدريبية أحيانا ما تعطيك المؤشر للاعب اللي أنت ما شايفه، يعني ما عندك رؤية عليه أو نظرة عليه، فالوحدة التدريبية تختلف، تعرف بالوحدة التدريبية أي احتكاك ممكن أنا مدافع أسحب روحي حتى لا زميلي ينصاب، لكن المباراة التجريبية هي الأكثر وضوحا للمدرب على أداء اللاعب. فأتمنى أنه هاي المباريات أنه الأسماء اللي سمعنا كملت جوازاتهم وصلوا المحترفين، الآن الاستعداد مثل ما مر علي الدكتور أنه الاستعداد يختلف عن بطولة الخليج. أنت بطولة الخليج أقيمت في بلدك، أنت لي قدام الأرض والجمهور وياك، آسيا كأس آسيا وتصفيات كأس العالم تختلف تماما، نوعية الفرق المقابلة من المنافس مو الخصوم هو يعني يختلف عن منافسك اللي كان موجود في بطولة الخليج نوعية. فالمدرب أتصور أنه الآن أتمنى يعتمد على المغتربين، إيه يعتمد من حقه، لأنه على أساس وأيضا هم اللاعبين المحليين هو أكثرهم صارت عند الرؤية، يعني رؤية ويعرف هذا بطولة الخليج من وجهة نظره، من وجهة نظره اللي استخدمهم كلاعبين في بطولة الخليج هم الأفضل من وجهة نظره، ولا ما أتصور هو عنده أنه لاعبين
اخرين اكثر بس ما جابهم لاسباب ممكن ان يريحهم او عليهم اوفرلود او هالاشياء. لان البطوله هي مو بايام ولهذا اتمنى انه هذول يحضرون كلهم حتى تصير ادواته واضحه لما نوصل للمباريات الرسميه. فمباراه روسيا انا اشوف كنا قبل نتخوف من المباراه التجريبيه حقيقه، بعد التجربه اللي خضناها في اسبانيا صارت يعني بالعكس، انه هذا الخوف والتخوف من انه الفريق المكسيكي والفريق الكوستاريكي ابدا احنا بحاجه الى ان نخوض هذه المباراه، وخصوصا اذا جو المغتربين هم عايشين بالاجواء الاوروبيه يعرفون كيف كره القدم في اوروبا، راح يضيفون لاعبين. لكن اتمنى انه احنا مو مثل قبل، يعني نضطر الى يوم الفيفا هو اللي يحكمنا، يعني مو عندك وقت تدخل معسكرات تدريبيه خارجيه وتلعب مباراه تجريبيه اربع خمس مباريات في فتره زمنيه محدوده. زين ليش ما اسوي بايام الفيفا داي؟ عندي ايام فيفا داي محدده مثبته من الاتحاد الدولي، اسوي بيها بطوله بالبصره ممكن. بكربله ممكن. باربيل ممكن. اخلي اللاعبين المغتربين كلهم يجون ممكن. واطعمهم بلاعبين والجاهز والاصلح لتمثيل متى ابقيه. شوف انا يعني قدمت مقترح طبعا اكيد ما حد يسمعه. شوف العراق اصبح الان واجهه للعالم على المستوى السياسي، حتى احنا في المنطقه يعني مثل ما يقول بيضه القضبان، الجميع عندنا علاقات طيبه مع الكل. قلت احنا بدل ما نذهب الى روسيا ممكن نسوي اول مباراه تصالحيه، ممكن ندعو الى بطوله يشارك بها روسيا واوكرانيا ومتحاربين الان، العراق يكون هو بوابه السلام، لان الرياضه دائما توحد، الرياضه دائما تقرب، يعني غصن الزيتون جميل العراق وروسيا واوكرانيا وممكن اي بلد اخر نضيفه بلد قوي. بالعكس شوف الرياضه جميله، الرياضه جميله. شوف اقول لك فد مساله ويمكن ذكرها الكابتن، احنا بعد نهايه حرب العراق وايران صارت بطوله اسمها الصداقه والسلام. صح. وين؟ بالكويت. الكابتن كان موجود بها. شنو هدف البطوله كلها؟ هدفها مو فلان يفوز او فلان، يجمعون الفريقين العراقي والايراني ويلعبون. يعني كبدايه ترطيب الاجواء بين بلدين خاضوا حرب ثمان سنوات، الرياضه دائما عندها مبادرات، فاحنا يفترض نفكر بهيك. الموضوع الان صراحه اللي يتكلم عنه بشكل كبير انه احنا اغلب مبارياتنا الدوليه هي استجابه للاخرين، طيب ليش ما نبادر احنا؟ صار عندنا افكار، هسه اذا مو هاي الفيفا دي الان ممكن للنسخه المقبله، احنا عندنا الايام معروفه بالنسبه من الاتحاد الدولي محدده، نسويها باربيل، نسويها بكربلاء، نسويها ببغداد. ممكن احدد هسه بغداد هي الحظر، يعني حتى لا الجويه ولا الشرطه راح يلعبون، يا ما بكربلاء يا ما بالبصره. موجوده ملاعبنا. اي موجوده ملاعبنا، فممكن نبادر ونسوي هيك بطولات. اولا تعزز حضورنا الدولي، تعزز حضورنا في التنظيم، تعزز حضورنا كبلد هو دائما يعني يحب السلام ويشيع المحبة. أنا أعتقد هذه المبادرات هي جميلة، ممكن نستقطب الكثير. وأنا حلو. متأكد الآن العراق إذا يدعو أي بلد والله يجي، كل الناس متفاعلين مع موضوع العراق خاصة بعد تجربة صح. تنظيم بطولة الخليج. صح. زين أنا بس خايف، أو هي يعني هي خشية كابتن، وهي خشية يمكن مشروعة بالنسبة إلي المتابعين، بأنه اللاعبين المحترفين أو المغتربين اللي في الدوريات الأوروبية يخشون من الدخول الى روسيا. انا بس هاي صح. هاي النقطه يمكن نعم. يمكن هي قلقتنا وقلق الجميع، وها راح يجون وما يجون. شيء اخطر غير محسوس. شنو؟ انت ممكن اسبانيا لا توافق على دخول كاساس الى روسيا، ممكن باخر لحظه يفاجئوك. احذر من هذا الموضوع. اسبانيا عندها موقف كلش متشنج ضد روسيا. زين شلون موافق لعاد؟ هسه انا اتكلم لك بشكل اكيد، يعني قايل لهم هسه هو موافق الرجل، انا متاكد 100%، بس اذا دولته قالوا ممنوع يدخل روسيا ماذا تفعل؟ انت لازم تحسب كل شيء، لازم تحسب. صح، يعني جزء هو ماخذ موافقات لان هو منتخب. نتمنى اكيد هذا. يعني هو ما يخطو هاي الخطوه ويعطي موافقته اذا ما ماخذ. مو مقترح المباراه اي اعرف العراق. بس هو اذا ما هم قايلين للاتحاد اكيد قايلين انه مباراه ويا روسيا اكيد رايح مخاطب الجانب الاسباني وقايل لهم كذا. نتمنى بس احنا لازم نفكر بكل هم صحيح، هم نقطه صحيحه. هو الكلام اللي قاله استاذ دكتور عدنان بالبدايه، لو كنا حاسبين حساب انه روسيا راح تلتقي ويا ايران في ايران كان ممكن نروح نخوض المباراتين هناك، لكن تعرف مرات. لكن ساعدنا نشوف احكي لك، خلينا نكون واقعيين، من توصل للسياسه تخرب. نعم. يعني مقترح اوكرانيا انا وياه قلبا وقالبا، لكن صدقني صعب. نطرح. تعرف انت متشنجين جدا بهذا الموضوع. لكن المشكله مبادره واحده جميله. الحسن لك
احنا نرجع لمنتخبنا انه قلنا يعني نسمع المغتربين، يعني زيدان اقبال مش معنا من عنده، لانه لا هو حاضر في المباريات اساسي في مانشستر ولا هو من اجى، يعني حتى هاي تعتبر مباراه تدريبيه من انقسم المنتخب فريقه ليه هسه ما اشبعنا، مع العلم انه عندنا قناعه اكثرنا، عندنا قناعه ما معقوله مانشستر في دوري دوري الاوروبي قاعده على مصطبه الاحتياط وهو لاعب غير جيد، اكيد هو لاعب على مستوى عالي، لكن ما اشبعنا منه شوف في انه حتى نتفاخر بانه ابن العراق لاعب في مانشستر يونايتد، ما صارت نتمنى، لكن جائز على مباراة روسيا ومثل ما تكلمنا بالجانب السياسي إذا وصل أنا أخذه يمكن من عندي يلعب ما يسمح يلعب جاء لا هسه مو بزيدان، إحنا قلنا زيدان مثل بس جائز الباقين أيضا ما يسمحوا لهم إنه يروحون روسيا، بس هم أكيد راح يدخلون بجوازاتهم العراقية، أنا هذا اللي وصلني الكل راح يدخل لأن كل لازم نبي حلول مبكرة جواز عراقي حتى ما نوقعهم بأزمة إيه كابتن لأن هذا جوازه من يرجع إلى بلده، أنا مثلا محترف في إنجلترا نرجع بالجواز البريطاني أما نرجع بالجواز البريطاني أنا دا أتكلم لك بشكل عام، يعني اللاعب عنده خشية لازم نثير طمأنينته من الآن نقول له يابا أنت راح تدخل تجي إلى العراق ما لكم مشكلة تدخل بالجواز البريطاني تروح من السافر إلى روسيا بالجواز العراقي فما عندك مشكلة بالموضوع طيب وصار هاي ما تعبر اللي عندهم خبرة بهذا الجانب أكيد. يعني لازم قبل ما مثل ما قال الدكتور انه لازم نبلغهم حتى ما تكرر قضيه كوستاريكا حتى ما تكرر حتى لا تكرر فعلا انا زين طيب من وجهه نظرك انت الفني كونك لاعب دولي سابق ولك خبره بهذا الموضوع هل راح يعتمد على اللاعبين المحترفين في هذه المباراه كنسبه عاليه لان هو شاف اللاعبين يمكن في بطوله كاس الخليج يعني هو اذا اللاعبين بالدوري أنا أقصد إذا توفرت له أنا متأكد إذا توفرت له وصول لاعبين المغتربين راح يستخدمهم لأنه هو يريد يشوف وجربناه ما يهمه هو حقيقة حتى ما يهتم لهذا الموضوع وهذا من الصفات أنه المدرب يعني ضروري أن يكون شجاع لأنه أحيانا تحتاج إلى المجازفة والمجازفة يحتاج إلى شجاعة هو من هالنوعية هو يتمنى الآن اللاعبين العراقيين دخلوا منافسة رسمية تحت ضغط جماهيري بأجواء صاخبة في بطولة الخليج يعني اختبار كان حقيقي للاعبين المحليين صح. لكن اللاعب الأجنبي المغترب ما شافه فيتمنى أنه هو شاف أمير العماري آلاي فاضل قدموا مستوى بس عددهم يتعزز يريد يشوف أكثر يريد عامل الانسجام ممكن هذا المغترب يدخل في مجموعة من اللاعبين أن يكون انسجام وياهم أفضل من فلان لاعب فهو بحاجة أن يشوفهم الظروف إذا سمحت تواجد المغتربين أصور المباراة التجريبية مع روسيا راح تكون أغلبها من اللاعبين المغتربين حتى تصير عند رؤية عليهم تصير عند رؤية على اللاعبين المغتربين لأن هو اللاعبين العراقيين عين شبعة منهم عرفهم ونقاط قوتهم وضعفهم وتكتيكهم وكيف يلعبون طيب وجهة نظرك راح يبقى يمكن يبقى عدد من اللاعبين اللي شاركوا معاه في بطولة الخليج أو بعد مشاهدة المباريات الآن في الدوري أنا أتكلم عن الدوري هو عنده قاعدة بيانات كبيرة يمكن أكثر من 50 اسم عنده لاعب مغترب نعم. أكثر من إيه تقريبا 50-45 هذا العدد عنده موجودة وعنده قاعدة بياناتهم لكن الآن بعد ما مشاهدته لبعد بطولة الخليج للاعبين في الدوري نعم. يستدعي من عندهم؟ احنا طبعا هدفنا دائما ان الكفاءة تكون حاضرة بغض النظر مغترب او محلي يعني انا لاعب يقدم مردود ايجابي واكثر من مرة ويراقب ولاعب يستحق بالعكس هذا يعني تتويجا لعطائه احقاقا للحق لازم يكون موجود مع المنتخب الوطني موضوع المغتربين طبعا احنا نريد افضل المغتربين يكونوا موجودين يكونون دعامة لمنتخبنا يكونون عناصر بارزة احنا طبعا نفخر بهم هذول جواهر ثمينة يفترض العراق يستفيد منها يمكن العراق البلد الوحيد بالمنطقة اللي عنده هذا الكم الهائل من المغتربين احنا يمكن تجربة المغرب والجزائر وتونس في أفريقيا ممكن تتكرر مع العراق لأنه العراق عنده بسبب ظروفه السياسية بظروف الحروب اللي صارت عنده كم كبير من العراقيين الموجودين خارج فذولي أبناء الوطن خلينا نستفيد من عتهم خلينا نعطيهم الفرصة خلينا نثق بهم خلينا نواصل يعني ردم الهوى أنت تعرفك موضوع صارك خلاف بين محلي وهذا مغترب أكو فد هو صارت بين الاثنين فأنا أقول لا خلي نلغي هاي الحواجز هم كلهم أبناء الوطن إحنا نريد الكفاءة تكون حاضرة نريد التنافس يكون قوي بين اللاعبين
اللاعبين الموجودين الكفاءات الموجودة، بالتالي راح نخرج بمنتخب قوي. احنا هدفنا اساسا ان يكون عندنا منتخب قوي يقدر يقارع كبار القوم، واقصد بهم اليابان، كوريا، استراليا، السعودية، اللي سابقين بهذا الموضوع. هذول الأربعة الكبار في آسيا، احنا من نصل الى مقارعتهم ونكون بقوتهم، اذا لا خوف على منتخبنا في تصفيات آسيا المقبلة لكأس العالم، وحتى في كأس زي. آسيا راح يكون انه يعني صوت عالي فيها، وهذا ما نأمله. زين، انا شو اقول، يمكن انت كنت موجود والدكتور كان موجود في بطولة كأس الخليج، حسينا كأساس بانه علميا يدرب. انا هذا اللي حسيته يعني على الطرق، وانا يمكن لاعبين المنتخب استضافيتهم من هنا في بغداد وتكلموا. يعني مصطفى ناظم من يعني من الشغلات اللي قالها، قال اكو ورقه كل لاعب تحركاته بالملعب، يعني اكو 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 شيء علمي قاعد يدرس للاعبين. هو مو بس علمي، اكثر ما يتميز به كاساس في بطوله الخليج هي الواقعيه، كان واقعي جدا جدا واقعي. ولا خلي واحد من الاخوان الكل بما فيهم الدكتور، هو رجل يعني ضليع في هذا المجال، اكو واحد ما تفاجئ في احمد باسل في مباراه السعوديه، اتحدى، وكنا حتى في وقتها في التحليل كنا استغربنا لما جلال كان، لانه جلال مستقر وجاي من اسبانيا، لعب في مباراتين كان على مستوى عالي، وفي مباراه صعبه مع واحد من افضل فرق اسيا السعوديه فاجانا في ان يكون في ضمن التشكيله، وحيرنا بوقتها. وشفت اول مباراه دوليه له في هذا الحضور الجماهيري، ونجح احمد باسل في هذه التجربه. ما معناتها تدري، في وقتها تناقشنا يعني حتى للأمانة، وقلت له المهدي كريم في وقتها يجي من قعدنا أنه يتذكر بالاستودع على صفحة، حكى لي كل، قلت له الغريب بالموضوع شنو، قال لي والله ما أعرف حقيقة كان متحفظ أو ما أعرف، قال لي لكن أتوقع من وجهة نظره ممكن يفكر أنه أحمد باسل أفضل من جلال أن يلعب الكرة بقدمه، لهذا الكرة في الأجواء الممطرة يعني بس هاي التفكير شقد خلال 30 دقيقة أنت قبل ساعة قال خلصت، كانت أكو مباراة قبل السعودية والعراق، قال دخل للملعب هو والمساعدين مالته واجتمعوا في وسط الملعب، شافوا الأرضية، راحوا من راحوا لمنطقة الجزاء، شافوا الأرضية هذا، رجع للمنزع، تفاجئنا اجتمعوا تغيرت التشكيلة، نزلوا أكثر من 3 لاعبين هم كانوا مو بالحسابات. إذن هو الواقعية أنه هو مجهز ال 18 أو ال 20 لاعب، هو مو فقط 11 لاعب مهيئهم، وإلا ماكو مدرب يجازف. يعني مرينا دربنا وشفنا مدربين الكبار، ماكو مدرب حتى يولد الاستقرار، هو قبل يوم على أقل تقدير يحفظك طريقة اللعب وتوضح التشكيلة. إحنا قبل يوم نعرف التشكيلة منه بالتدريبات المنتخبات الوطنية، نعرف لأنه بالتدريب حتى يعطيك الواجبات ويوزع الواجبات، فيضطر أحيانا يسمي عدنان درجال، ناظم شاكر، الله يرحم هاي الأسماء. الآن هذا الرجل دا يشتغل بواقعية. أنا من وجهة نظر وجهة قريب هذا الموضوع، أنا أشوفه أنه نجح ويعرف كيف يختار، وأصور أنه اختياراته مدروسة. أحيانا النتيجة تجي سلبية عكس ما نتمناها، لكن هو كان عنده هدف في باله، ممكن هاي في مباراة روسيا. الناس اللي ما يعني بس تتابع عاطفة، جاز هو إلى حسابات أخرى تختلف، يريد يشوف اللاعبين، جائز يلعب لاعب بمركز آخر حتى يشوف عطاءه هنا أفضل أو هنا أفضل. ولهذا أنا هذا الرجل أشوفه واقعي جدا. دكتور، بسؤال أخير، تكون التوليفة بين المحترفين، أنا أسمي المحترفين والمحليين، هي الأفضل والأنسب بالنسبة لي للمنتخب العراقي؟ أكيد، إحنا نقول الكفاءة، تحضر الكفاءة، تختار أفضل الأسماء، الجميع سيسعد بهذا الموضوع. أنت يعني إحنا دائما تخرج تشكيلة، طبعا تظهر بعض الأصوات، ليش فلان ما موجود وليش فلان، وهذا تدخل في عمل المدرب. كثيرنا هذه وجهات نظر، ترى وجهات نظر موجودة في كل العالم. أنت تتذكر في موضوع روماريو في كأس العالم باللحظات الأخيرة رفع روماريو وظل يبكي لأن ما استدعوه وكان هو الهداف الأول للبرازيل. فالموضوع إحنا نريد أفضل الأسماء، أفضل الكفاءات اللي تكون موجودة سواء من الدور المحلي أو من المغتربين. المهم يكون عندنا فريق قوي، فريق للمستقبل، فريق ما نقيسه. إحنا الآن قلنا صفحة بطولة الخليج انتهت، ما نقيسه على بطولة الخليج، لا، لازم تقيسه على أقوى قمة. أقوى قمة منه هم ذول الكبار في آسيا، تقيسه على اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية.
انت طيب. اذا عندك فريق يستطيع هزيمه هذه الفرق الاربعه اذا انت في ان شاء الله. هذا ما نتمنى, هذا ما نتمنى, هذا ما نتمنى. وشكرا لك كابتن سلام هاشم, شكرا جزيلا لحضورك اليوم, شكرا لك دكتور لك, شكرا لكم مشاهدينا, نلتقيكم ان شاء الله الاسبوع المقبل. لكن باختصار والله هدفنا خدمه المنتخب الوطني وكل الرياضات مو فقط كرة القدم والله, بس هي كرة القدم ما قاعد تنطينا مجال نحكي على السلة على اليد على الطائرة, وهم زعلانين من عندنا يقول لك انتوا فقط تركزون على كرة القدم. بالعكس احنا يمكن بعد رمضان, لان احنا عندنا توقف في رمضان, بعد رمضان وعودتنا راح نتناول جميع الألعاب الرياضية الأخرى, هذا وعد وأذكركم به إن شاء الله. فشكرا لكم, ألتقيكم الأسبوع المقبل للقاء.